السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أولا وشكرا جزيلا لحضوركم. هذه يعني تعطينا دعم ودفعة قوية إن شاء الله للأفضل بإذن الله. اليوم بإذن الله راح يكون موضوعنا بسيط عن رحلة من حيث تبدأ الإصابة بإذن الله إلى مراحل العلاج المستمرة. أول شيء حاب أعرفكم نفسي، أنا الدكتورة دانا محمد اليحيى، عضو هيئة تدريس، أستاذ مشارك في جامعة المجمع، واستشاري علاج طبيعي في مركز التأهيل للأطراف الصناعية في المجمع ومستشفى الملك عبد العزيز الجامعي. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن أنواع الإصابات والجانب النفسي فيما بعد الإصابة والتأهيل الصحي والمحافظة على الاستمرارية وأمثلة تحفيزية من ناس ذوي الهمم. أول شيء نتكلم عن بعض أنواع الإصابات اللي أكثر عرضة وليست الكل، اللي تكون دارجة كثير كإصابات مختلفة في أعمار مختلفة. أول شيء نذكر السكتة الدماغية أو بما معنى الجلطة. الجلطة تنقسم إلى أقسام كثيرة، منها نسميها نزيف، تكون الجلطة على شكل نزيف، وتكون على شكل تجلطات، وأحيانا تكون تجلطات صغيرة في أماكن متفرقة أو جلطة كبيرة. فأي شخص يتعرض إلى جلطة أو شخصين لنفترض عندهم جلطة ما نقارنهم مع بعض أبدا، ما في مقارنة بين أي مريض ومريض آخر، حتى لو قال نفس الشيء شافه من الناحية الخارجية قال طيب أنا عندي ضعف في الجزء الأيسر والشخص أو المريض الثاني عنده ضعف في الجزء الأيسر، ليش هذا كذا وأنا كذا؟ سبحان الله العظيم، مكان الجلطة بالضبط يختلف واحد ملي يفرق، غير العوامل الثانية إذا كان في أي مشاكل تاريخية، أمراض سابقة، العمر، النشاط البدني بما قبل الإصابة، كل هذه الأشياء والعوامل تفرق بين شخص وشخص. فهذه أول نقطة بالناحية السكتة الدماغية، ولها كل تقييمها ولها تبعاتها وخطة علاجية مختلفة. الشيء الثاني اللي هي إصابات الدماغ. إصابات الدماغ تختلف، ممكن تصير عن طريق أو عن طريق الحوادث، جت الإصابة على الرأس. الحوادث قد تكون حوادث سيارات، إصابات ملاعب، سقوط، غرق، أي إصابة تتلف سبحان الله العظيم الخلايا الدماغية. نفس الشيء أيا كان نوعية الضمور أو الاختلاف أو تختلف من شخص إلى شخص، فبالتالي تلاحظون بعضهم هنا يقول أنا عندي إصابة في الرأس وهذا الشخص عنده إصابة في الرأس، لكن تختلف الآثار. النوع الثاني اللي هو إصابات الحبل الشوكي، الإصابات اللي تصير في الحبل الشوكي والعمود الفقري، طبعا باختلاف مستويات الإصابة. في الإصابة قد تكون إصابات في الفقرات العنقية أو الفقرات القطنية أو السفلية، فتختلف على حسب. طيب الإصابة نفس الشيء قد تكون ضغط خفيف، تأثير بسيط، كسر، قد يفرق من نفس المكان الإصابة وبرضو اللي هي حدة الإصابة، هذه كلها كمان نفس الشيء تفرق من شخص لشخص. في عندنا الاضطرابات العصبية الثانية اللي هي أمراض معينة تكون تصاحب من غير ما يكون فيها إصابة سقوط أو حادث، مثل مرضى التصلب اللويحي، مرضى الشلل الرعاشي، اللي هم في يعني إصابات كثيرة قد تصير تحدث يكون أساسها الخلايا العصبية. برضو في عندنا إصابات العظام والمفاصل، كسور، التهابات مزمنة، سواء ممكن تكون برضو بسبب حوادث أو مع العمر، فهذه كلها عوامل برضو تختلف أو إصابات تختلف. في عندنا البتر أو البتور، قد يكون بتر عيب خلقي أو بتر بسبب حادث لا قدر الله، أو من مضاعفات كثير نلاحظ من مضاعفات السكر وعدم الاهتمام بالشخص المصاب بالسكر مما يسبب له الغرغرينة وبالتالي بعدها تصير البتور. كل هذه تدخل وتنضم تندمج تحت الإصابات اللي ممكن يستفيد منها الشخص في التأهيل الطبي أو التأهيل العلاجي. طيب
الحين نرجع صارت الإصابة، أمر الله صار صارت الإصابة، إيش هو الجانب النفسي اللي يكون ما بعد الإصابة؟ أول شيء الإيمان، إيمان بالله سبحانه وتعالى أن اللي صار للواحد هو من عند الله، ففي النهاية صار والحمد لله على كل حال. الواحد الآن لازم يكون يعني يبدأ يفكر، كثير من المرضى تيجي تفكر ليش طيب صار لي أنا كذا، إيش معنى أنا كذا، أنا وش سويت؟ فالإيمان بالله وبقضاء الله هذه تخفف على الواحد وتزيد من ثقته بالله، فبالتالي تخفف عليه الآلام النفسية. الشيء الثاني التقبل، أوكي أنا الآن لازم أكون أتقبل نفسي بوضعي الحالي وأفكر كيف أنا أشتغل على نفسي عشان أصير أفضل، أوكي أحاول أفضل، كل واحد يطمح للأفضل ما على الله شيء بعيد، لكن أتقبل الوضع الحالي اللي أنا فيه، فبالتالي أنا كيف وضعي الحالي كيف أقدر أنجز، كيف أقدر أكمل حياتي، هل أنا خلاص يعني إحنا دائما نقول الشخص المصاب هو مبتلى من عند الله، هل أنا ربي ابتلاني وأقعد واستسلم؟ صح الواحد يتعب نفسيا، صح تجيه يعني حالة يمر فيها، هذه نسميها ما بعد الإصابة ذوي حالة من الاكتئاب وحالة من الإحباط وحالات كثيرة تدخل فيها عوامل نفسية يحتاج فيها كثير من الأشخاص إلى تدخل علاج نفسي، قد يكون عن طريق الأدوية أو عن طريق مختص نفسي. ليش لا؟ طالما هذا الشيء بيخليني أسوي الأفضل، ليش لا؟ دام هذا الشيء بيريحني. الآن الكل يلجأ إلى العلاج النفسي والأخصائيين والأطباء النفسيين، حتى لو ما صارت لهم اللي هي الحوادث معينة يحتاجون. فأنا إذا أنا أعرف أني أنا إذا رحت وكلمت أو استشرت أو جلست وأخذت لي جلسات مع مختصين واستشاريين نفسيين وعارف أني برتاح وفي علاج معين أبا أخذه وبيريحني، ليش لا؟ طالما أنه ما يضرني، لأنه في النهاية كل مختص أو كل طبيب بيعطينا اللي بصالحنا، ما راح يعطينا إن شاء الله شيء يضرنا. فأنا الآن المفروض أني أتقبل وضعي بما فيه وأبدأ أشتغل على نفسي بوضعي هذا، كيف أكون إنسان ناجح، كيف أكون إنسان منجز في حياته. تمام؟ عدم الخوف، ما نلوم اللي يخافون ان اطيح عشان ما يصير لي مثلا اصابه ثانيه او شيء، يعني خلينا نقول اخاف اطيح يجيني حاجه ثانيه. انا ما اقول ان الواحد يجازف، لكن لا يستسلم للخوف لدرجه انه ما يتحرك. طبعا كل مريض له تقييمه الخاصه واحتياجه، اهم شيء عندنا دائما احنا كعلاج طبيعي نوفر طرق او سبل الامان للمريض لما نجي نسوي التمارين، لما نجي نشوف كيف يمارس حياته بشكل يعني طبيعي، نتاكد دائما نقول لهم حتى يكون في تعاون، راح اشرح لكم اياه مع الاخصائي العلاج الوظيفي، ان احنا نروح مثلا في بعض المراكز يروحون للبيوت يشوفون كيف البيوت هل هي مؤهلة أو لا أو مكان الشغل، بحيث أني أنا أتأكد أنه المريض لما يجي يمشي مثلا سواء بالويلتشير بالمشاية بالعصب أيا كان نوع الجهاز المساعد يكون بأمان. لكن في نوع من الناس عندهم الخوف مسيطر لدرجة أنه ما يحاولون أو يبادرون أنهم يمشون إلى خطوة ثانية. يعني إحنا خلاص استقرينا على وضع معين، الآن نبغى نجي مثلا خلنا نفترض نرقى الدرج، مشينا نبغى نبدأ نحاول نرقى درج عتبة واحدة، خلاص أنا أكتفي بالمشي، ما عندي خوف أو خوف أني أمشي وأغامر أطلع. الشيء الثاني خوف أني أواجه المجتمع، مثلا أواجه المجتمع بكرسي، أواجه المجتمع بعصا. أوكي أنا يعني مثال بسيط، كان في مريضة عندي من كثر ما هي عندها خوف من استخدام، كان عندها مشكلة السكر، من كثر ما كان عندها خوف ولا تبي تستخدم أدوية قالت بسوي حمية بسوي حمية بسوي حمية، وللأسف وصلت المرحلة ما عاد تحس
بأطرافها لدرجة لما راحوا شافوا قالوا هذه أنسولين. صارت عندها مشكلة الإحساس مفقود، مع أنها تمشي بس ما تحس فتخبط بسبب خوفها من الأدوية. هذا مثال. مثلا أنا أخاف أني أواجه المجتمع وأطلع برا، أروح وأجي والسوق، الشغل، أشتغل، أدرس، أكمل دراستي. العكس، أنك تواجه المجتمع وتطلع وتشيل الخوف عنك، هذه خطوة يعني شو نقول عنها، خطوة قوية جدا أنك تنتقل للمرحلة الثانية ويعني تسيطر على أكثر الخوف، تسيطر عليه، تروح لخطوة ثانية وتبدأ تشوف إنجازاتك لنفسك، تبدأ تشوف كيف أنت قدرت تنجز أشياء وقدرت تستفيد من نفسك وغيرك. الشيء الثاني كمان الاستفادة من المرافق. يعني مثال بسيط، المكان اللي إحنا فيه ما شاء الله في كثير من يعني احنا متنوعين هنا، في من السعوديه، في من عمان، في من الامارات، في من الهند، في من الكويت، في من جميع نقول انحاء العالم والخليج. تختلف عندنا المرافق، تختلف عندنا المستشفيات، تختلف عندنا آلية العلاج، ليش ما نستفيد منها هنا؟ يعني انا مثلا كمثال واضح، يعني مثال قلنا نجرب ونحاول معي الوالدة، جربنا كثير أماكن ورحنا كثير أماكن وقلنا خلنا نجي هنا ونشوف. الآن بعد ما نخلص، يمكن يشوفوني الأخوات بعد ما نخلص الجلسات وكل شيء ونروح نتغدى، نرجع على طول. قلت كويس، ما دام المنطقة هذه الحسية اللي فيها مضمار وغيره لازم نروح نمشي، لو أبغى استفيد موجود برا وما عندنا وقت لأن مو مركزين معاها الصباح في الجزء الخارجي، بس انا معاها يلا خلينا نستفيد من المرافق فرصه ما دام احنا فيه. ترجعين الرياض ما انت لاقيه زي هذا المكان متوفر بالسهوله هذه، قد يكون فيه لكن ما راح تكونين في مكان داخلته تنشافين مرتين، في علاج طبيعي مرتين، مثلا المساج مرتين، الخطه العلاجيه المخصصه لها. فانا ليش ما استفيد من هذا الشيء؟ تمام. فاللي ابي منكم الواحد حلو ينفذ شوي عن نفسه، خصوصا نحن يعتبر في غربة وقاعدين فترة طويلة، لكن عطوا نفسكم فرصة بما انكم جايين هنا وقت يعني معين، استفيدوا، اطلعوا، صح نفسوا عن شوي عن نفسكم، بس خلوا لكم استفادة من المرافق هذه قد ما تقدرون. المرافق الخارجية اذا رجعنا ان شاء الله برا، اذا رجعنا يعني كل واحد رجع بلده، استفيدوا انه إذا عندك مكان الآن، أنا ما أدري عن باقي، بس مثلاً عندنا إحنا في السعودية في الرياض تغيرت يعني 100% عن قبل 10-15 سنة. أنا مثلاً لأني شخص معاي شخص ثاني من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت تفرق علي التسهيلات، كانت تفرق علي لما أشوفهم حاطين شو اسميها الرام، الزحليقة، ما كانت موجودة دائم، كنا نعاني، كان فيه زي الرصيف، الأسانسيرات ما كانت موجودة، تكرمون دورات المياه نفسها ما كانت مؤهلة. الآن صار اللي ما يأهل في مكانه أي حاجة خاصة بذوي الاحتياجات عليه غرامة، لأن لهم حق أنهم يطلعون يروحون يجون يعيشون حياتهم زي الباقين، ولهم حقوق ثانية خاصة فيهم، ليش ما يستفيدون منها؟ بالعكس، استفيدوا من المرافق، استفيدوا من اللي الحمد لله الحكومة موفرت لنا إياه، سواء من بطاقات خاصة للمواقف، سواء تخفيض ركاب وغيرها من التسهيلات. أنا دايما أقول للمرضاي واللي ما يعرف، أنت تستحقها، أنت ما أخذتها إلا أنك تستحقها، فليش ما تستحقونها؟ الحدائق صارت مؤهلة أني أطلع وأروح وأمشي وأشوف الناس، حتى الآن نظرة الناس اختلفت. أنا ليش أنا أشوفها مو بحكم تخصص، بحكم أني أنا مريت بمرحلة، حنا لنا تقريبا يعني فوق 20 سنة، ما هو شيء جديد، فشفت التغيرات هذه وقاعدة إلى الآن أحاول أستغل أي حاجة لها حق فيها، في المرافق، في الأماكن، سواء يحق لها أنها تروح، وبعطيكم أمثلة الآن
قد تعرفون بعضهم وبعضهم تاخذون فكره عنهم. ف اللي هو الاستفاده من المرافق شيء مره مهم. احيانا حتى الاستفاده من المرافق تفتح لنا ابواب ثانيه ان احنا نفكر فيها ونسويها. انا اكذب عليكم لو اقول لكم في اشياء لا يعني فعلا لفتت انتباهي وقلت ليش ما نشتغل عليها في الرياض مثلا. انا ما يعني ما جت في بالي حاجات ما قد شفتها مثلا هنا، فانا اقول لي ما ارجع نسويها، شفتها وصورتها واخذت فكره عنها، أبروح استفدت انا من المرفق هذا، أبروح اطبقه ان شاء الله باذن الله في الرياض، وبطبقه مع مرضاي، وابدرسه ان شاء الله طلابي. ليش لا؟ طالما في حاجه انا اقدر استفيد منها ليش لا؟ وما تعديت فيها حقوقي غيري ليش لا؟ الاستمراريه اهم شيء، ان احنا نستمر ما نوقف ما نيأس مهما كان وضعنا ما نيأس. طيب تمر على الواحد حتى سبحان الله اللي ما فيه شيء، تمر عليه لحظات يجي احباط، يجي اكتئاب، يجي يطفش يمل. وحتى امي يعني للامانه حتى هي انا جايبتها هنا عشان اعطيكم اياها مضرب مثال، تطفش يعني سنين تطفش وتتحمس فتره ونرجع حنا نعطيها تحفيز وما زالت والحمد لله، ومع ذلك ما نرجع ونقول خلاص كبر الشخص توه صغير حرام قاعد. لا استمر 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 لين ان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه. مهما كان استمر، الاستمراريه تعطيك دافع انك انت قاعد تحقق شيء لنفسك. تمام الاستمراريه اذا انت ما حسيت فيها داخليا غيرك بيحس فيها، بيشوفك قديش انت مثابر ومستمر تبسط اللي حواليك من اهلك. الاستمراريه تحافظ ان ما يجيك مضاعفات ثانيه. يعني في كثير من الناس بعد ما صار لهم الاصابه واخذوا تاهيل وقضينا قالوا خلاص احنا وصلنا لحد، يبدون يقعدون، بعدين تبدا تطلع الاثار العدم الاستمراريه. مثلا خلينا نقول عدم الاستمراريه والحركه والتمارين قد تسبب تيبسات في المفاصل، قد تسبب ضعف في العضلات، قد تسبب تقرحات في الجسم، قد تسبب السمنة، تسبب عدم الاستمرارية على شوي أني أبتعدل أسوي شيء يصعب عليه حاجات معينة، تبدأ يدخل في مرحلة العزلة وما العزلة وكذا وغيرها. فأنت فكر فيها ليش أوصل هذه المراحل، ليش يجي الوقت اللي أنا فعلا أحس أني ركبتي من كثر ما انا ما يعني ما اشتغل على نفسي فيها بدا يصير فيها شوي تيبس في الحركه. ليش ما ارجع اروح بقدراتي اللي موجوده عندي الان واللي انا قاعد اشتغل عليها زدها. في اشياء نزيدها ونقويها وفي اشياء نحافظ عشان ما تصير في منها ترجع لنا مضاعفات ثانيه. فالاستمراريه يعني خلينا نقول هو يعتبر 50% من العلاج. لانك اذا اشتغلت الفترة وعرفت انك خلاص الان وقفت بعد خلينا نقول سنتين ثلاثة وقفت استمرت ما يعني وقفت خلاص ما عاد استمرت، ما ودي هو مو تحطيم بس لا تتوقع انه خلاص. يعني احنا نشوف نفسنا اذا سوينا رياضة كم يوم وقفنا فترة بعدين رجعنا نتعب. ابسط مثال ايام الكورونا الله لا يعيدها ان شاء الله، لما كان في الحجر وما نطلع ولا نروح بس نايمين بس متفتحين كل شيء اونلاين كل شيء قاعدين، من بدا شوي يفك الحجر ورجعنا نمارس حياتنا صراحه تعبنا. انا واحده من الناس اللي اقول لك انا تعبت يعني من كثر تعبت في البدايه عشان استعيد شويه النشاط حقي والروتين اللي كنا نتعامل فيه. فالاستمراريه جزء مهم جدا من حياتنا. طيب التأهيل الصحي يتكون من ايش؟ غالبا اللي نقول خلينا نقول الراس الاساسي اللي هو طبيب التأهيل اللي يشوف المريض كامل ويقيمه تقييم كامل ويقول انت وش تحتاج؟ هل تحتاج علاج طبيعي وظيفي؟ هل تحتاج علاج طبيعي فقط؟ هل تحتاج علاج نطق وتخاطب؟ هل تحتاج علاج نفسي؟ هل تحتاجهم كلهم؟ هل تحتاج الاطراف الصناعيه والجبائر؟ هل تحتاج التغذية؟ في عندهم برضو في بعض المستشفيات والأماكن عندهم العلاج الترويحي والعلاج الاجتماعي أو خدمة المجتمع.
أنا بركز لكم أكثر بعد شوي عن العلاج الطبيعي بحكم التخصص، لكن نتكلم بشكل عام عن باقي الأقسام اللي هو الوظيفي زي ما أنتم شايف من اسمه وظيفي، اللي هو يركز أكثر على الوظائف، كيف أنت تقدر تساعد نفسك بمهاراتك اليومية، باللبس، تكرمون بالحمام، جميع المهارات اليومية مثلاً، اللي كيف تمسك وتأكل نفسك، كيف ممكن تفرش أسنانك، جميع المهام اليومية. النطق والتخاطب والبلع تدخل في ضمنها برضو، المسؤولين عن البلع اللي عندهم صعوبة في البلع أو يشفقون أو عندهم أي مشاكل في البلع، والنطق والتخاطب يعني سواء إذا كان الكلام غير مفهوم أو الصوت، فيشتغلون معهم على هذا الشيء. الأطراف الثنائية والجبائر، إذا كان المريض يحتاج الجبائر معينة خاصة للقدم بحيث أنها تساعده على أنه يؤدي مهاراته بشكل أفضل، مثلا في المشي بحيث أنه ما يقدر يعني ترفع على رجله حسب حالة المريض. كذلك الأطراف الصناعية في حال كان مريض عنده بتر. وعندنا التغذية اللي هو برضو جزء أساسي ومهم، أن المريض قديش يحتاجها من بروتينات، من يعني نشويات، من إذا يحتاج أنه يخفف وزنه إيش بالضبط يحتاج من التغذية. كذلك العلاج النفسي تكلمنا عليه قبل شوي، قد أحتاج أني أنا طبيب يعني يوصف لي علاجات، أو قد يكون فقط أخصائيين نفسيين بحيث أنهم يوضحون لي أو يصير بيني وبينهم جلسات نفسية أكثر من أنها علاجية بالأدوية. العلاج الترويحي مثلا باسمه اني يعني زي ما نقول تنفيسي او ترويحي، اللي هو كان مثلا انا كنت اشتغلت فتره في مدينه سلطان الخدمات الانسانيه، كان فيه العلاج الترويحي انه مثلا يجتمعون نفسهم المرضى ويسوون هم البعض قهوه وشاي، يطلعون او يروحون رحله معينه لمكان معين، او يلعبون مثلا في يروحون الجيم حق او الملعب حق المركز ويلعبون سواء كره سله، كره طائره، ايا كان نوع من انواع الاشياء الترفيهيه. الاجتماعي او خدمه المجتمع، اذا كان يحتاج انه المريض مثلا يبغى يرجع يدرس، يبغى يرجع يشتغل في مكان معين، او يبغى سواء مكان اللي كان فيه اول او مكان جديد، الأخصائي الاجتماعي بتعاون مع الفريق كامل يحاولون يساعدون يوفرون له الوظيفة المناسبة في المكان المناسب، إيش المرافق المناسبة للمريض، مؤهلاته، إيش تساعده في المدرسة، كيف يرجع ويصير في تواصل، أو هو يصير حلقة الوصل بين المريض والمكان، بحيث أنه يكون هذا المسؤول عن خدمة المجتمع. لنفترض مريض بيرجع يدرس في المدرسة، فيصير في ترتيب بينه وبين المدير المدرسة ويرتب له مثلا الأمور هذه. سقط سهوة مني برضو اللي هو الأخصائيين العلاج التنفسي، برضو يدخلون من ضمن فريق التأهيل الطبي اللي يحتاج علاج تنفس. طيب نجي نركز الحين على العلاج الطبيعي، يمكن أكثركم أو كلكم عارفين إيش هو العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي يعني يعتبر بحر كبير، ينقسم الأشياء كثيرة ويعتمد على حالة المريض. في عندنا العلاج اليدوي، حيث أن احنا نستخدم يدينا سواء تمارين تقوية، سواء تمارين الاستطالة، سواء بتحريك المفاصل نسميها تحريك مفاصل موبيلايزيشن، تحريك الفقرات أو المفاصل بحيث أن نعطي شوي المرونة، فغالبا هي اللي تستخدم فيها يدينا. عندنا العلاج الكهربائي برضو، هي كهرباء معينة تنحط في يعني أماكن معينة في جسم الشخص حتى تعطي ذبذبات معينة باختلافها، بعضها تكون مسكنة للآلام وبعضها تكون تعطي تحفيز للعضلات والأعصاب.
في عندنا العلاج باستخدام الأجهزة، والحين مع التكنولوجيا صارت تطلع أجهزة كثير 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 تساعدنا. في أجهزة خاصة للتوازن، في أجهزة خاصة للسير برافعة وتعطيك صورة كاملة كيف أنت قاعد تمشي، كيف عمودك الفقري قاعد يصير. في أجهزة اللي هي أجهزة التقوية اللي نشوفها، اللي هي زي السيكل زي السير، واللي حقة التقوية اللي نسميها، اللي موجودة غالبا في الصالات الرياضية. في أجهزة خاصة في الموية، بما أن احنا بنجي الآن برضو العلاج المائي في المسبح، وتمارين ممكن نسويها يدويا وداخل المويه، فهي شامله الاثنين. العلاج المائي برضو ممكن تلاقي فيه اجهزه خاصه، ما ادري اذا في احد جرب منكم برضو، هنا موجوده داخل المويه. لكن ليس كل مريض ينفع له كل هذه الاقسام. في بعضهم ينفع له تمشي بشكل معين، تروح له مع الأجهزة فقط العلاج اليدوي، بعضها لا والله تقول احنا نفضل ياخذ علاج يدوي مع مائي، فهي على حسب التقييم. بعد ما يقيم اصلا طبيب التأهيل المريض، يرجع مثلا يحول على العلاج الطبيعي. انا اجي كاستشارية علاج طبيعي، ما اعتمد فقط على تقييم الطبيب التأهيل، لان طبيب التأهيل ما راح يقيمك، ما راح يقيم عضلاتك، احنا لنا تقييم مقياس خاص، ما راح يقيم كل مفصل فيك، ما راح يقيم حركتك، ما راح يقيم توازنك. فإحنا عندنا تقييمات أو يعني على حسب وضع المريض ناخذها أول شيء بالحديث مع المريض، بعدين نرجع نقيمه جزء جزء في جسمه إيش، وبناء عليه نحط الخطة العلاجية والأهداف اللي ممكن بإذن الله نحققها مع المريض. نيجي على مكملات العلاج الطبيعي اللي تكون اسمها مكملات علاج الطبيعي، يعني بدون العلاج الطبيعي يمكن في دراسات، بس انا برايي انها قد تفيد، لكن هي بالنسبه لو كملناها بالعلاج الطبيعي زي اللي احنا قاعدين الحين نسوي هنا، مثلا الايروفيدا، الابر الصينيه اللي هي الطب البديل نسميها، الابر الصينيه اتوقع في برضو في تايلاند عندهم علاج خاص فيهم، فهذه كلها نعتبرها كمكملات للعلاج الطبيعي. مثلا انا ما قد استخدمنا، يعني من بدات امي جتها الوالده جتها الجلطه، انا ما قد استخدمنا الايروفيدا ولا ما يعني ما كان وقتها يمكن معروف. فالآن بديت مع البحث والاستمرارية، ناظر ونشوف ونقرأ وكذا، بعدين قلنا خلينا نروح نجرب. أصلاً كذا كذا أنا هدفي العلاج الطبيعي، لأني الأمانة سمعت أنه في ناس جايين هنا، خلينا نجرب. قلت خلينا نجرب نروح، كان الوضع كويس تمام، ما كان أسهل ما علينا نرجع، ما هي يعني قضية، هذه فقط عشان أنا أبقى حتى من باب الاستمرارية. طيب في عندنا هذا بشكل موجز بسيط اللي حبيت أتكلم عنه أكثر، وحبيت أوصل لكم بعض القصص أو الأمثلة المحفزة. أنا ما أدري إذا في أحد منكم يعرف محمد الشريف. هذا محمد الشريف أنا وقت ما كنت أتدرب في مدينة سلطان، بعد ما تخرجت على طول من البكالوريوس دربت مدينة سلطان، كان هو توا صاير له حادث سيارة، وشفته في مراحل ما بعد الإصابة على طول، في مراحل يعني على قولتهم يعني عذرا الدمار، يعني عشت أيام الدمار النفسي اللي هو عاشه. والآن أنا بوريكم فيديو له، الآن هو بعد ما يعني تعالج وكذا اشتغل في مدينة سلطان كعلاج ترويحي ومدرب مهارات الكرسي المتحرك، وكون الآن برنامج وصار هو المسؤول عنه، تدريب على المهارات الكرسي المتحرك. كيف تطلع بالكرسي المتحرك الزحليقة، كيف تنزلها الرصيف، عتبة، درج، درجتين، يعني ما شاء الله تبارك الله يطلع درج مدري كم بالكرسي المتحرك. أخذ جوائز كثيرة، كمل حياته ما شاء الله يعني، وسبحان الله قالها يمكن لو أنا ما صار لي الحادث ما وصلت اللي أنا وصلت له الآن. فأتمنى أنكم يعني تشوفون الفيديو وتستمتعوا فيه. قبل ما أفتح لكم الفيديو، في برضو بعض المحفزين الثانيين اللي أساميهم
يعني هي اللي خطرت في بالي، وفي منهم الكثير. في عندنا برضو عبد الله الفيفي، هذا شخص انا قابلته شخصيا برضو يشتغل، كان في مدينه سلطان، هو عنده بتر بطرف صناعي، من ابطال لعيبه كره السله والجري. في عندنا فواز الدخيل، هذا شخص حوالي قعد 3 سنين تقريبا في المستشفى بسبب تقرحات، كمل ما شاء الله فيها الدكتوراه. في عندنا عبد الله الشمري، هذا برضه صار له حادث، كان وضعه جدا صعب وبدأ فترة العلاج وكمل كذا، وراح كمل ماجستير بكالوريوس وماجستير في أمريكا، ورجع والآن هو ما شاء الله ماسك منصب كبير، مدير إدارة في أرامكو. وعندنا مهند أبو دية، ما أدري برضو إذا تعرفونه، هو شخص أصاب حادث وأصيبت عينه، صار كفيف، وهو الآن من أحد المخترعين ما شاء الله، يعني اختراعاته لا تعد ولا تحصى، مع أنه كفيف ويمشي بعصا. فهذولا ما شاء الله، يعني هذا جزء فقط من الأمثلة التحفيزية اللي الواحد إذا شافهم. احنا للأمانة اللي نعتبر نفسنا الحمد لله طبيعيين نستحي من أنفسنا. فأتمنى لكم إن شاء الله مشاهدة ممتعة. افتحها من هنا. You just click the... نشوف كثير فيديوهات لا يتابع في سناب شات، يعني ما شاء الله تبارك الله. الآن على أنه يمشي في مشي، حتى في مقابلة له كثير يقولون كيف أنك أنت دائما بالكرسي وأنت تمشي. في فرق بين المشي الوظيفي والمشي التمريني، أنك تمشي بعكاز وبحيث أنك تسوي تمارين، هذا مشي نسميه التمارين الوظيفي، أنك تروح وتيجي وتأخذ وتعطي مسافات طويلة وتمارس حياتك فيها. فهذا شيء بسيط، أتمنى أني أكون وصلت لو شيء بسيط وأنكم استفدتوا منه. واللي عنده أي سؤال أنا موجودة وتحت أمركم في أي وقت إلى بكرة. فيعطيكم العافية، وإن شاء الله أنها تكون محاضرة مفيدة لكم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. أبشكر طبعا هذه أختي دانا، أبشكرها أنا بالنيابة عنكم. والشيء الثاني اللي أبغى أوصله لكم للأمانة، زي ما قالت الوالدة، يمكن هي أقدم واحدة فيكم من ناحية الإصابة، فإحنا والمجتمع اللي قريب لمها نلتمس، وهذه حقيقة، نلتمس طاقتنا وإلهامنا منها. الوالدة لها 28 سنة وحنا نعتبر أنها أقوى مننا وأفضل مننا في التحفيز. فطبعا دائما أنصح أنا للأمانة أبائي وأخواني والأخوات والأمهات، نشجع بعضنا بعض. أنا دائما أجلس هنا وكل من شفته ابتسامة بس تعطيه دفعة معنوية. اللي على كرسي إذا سلم ومشى قلوا له كمل لا توقف، الشاهي لاحق عليه والقهوة لاحق عليها. صدقوني التحفيز والتشجيع هو العلاج، وهو الإسراع في العلاج. وأنا برضو في هذا المكان للأمانة أنا كسبتكم جميعا للأمانة، أخوان وأخوات وأمهات. يعني أحيانا قد يكون الفراق صعب، لكن إن شاء الله أن نفترق ونلتقي مرة ثانية وأنتم بأفضل صحة من هذه بإذن الله. والله يوفقكم وإن شاء الله نلتقي على خير، وإن شاء الله أنها كانت محاضرة خفيفة. وأيضا اللي عنده أي سؤال أو استفسار ويبغى يسأل، طبعا لا يسألني أنا، يسأل الدكتورة دانا، فالوقت متاح لكم الآن. شكرا، شكرا جزيلا لكم. الحمد لله. الحين آتي هدية من مسفنة دكتور زكريا مدير عام مستشفى عايدين لدانا محمد اللهية، فليتفضل. مشكور. السلام عليكم ورحمة الله.
you can translate. I hope that you understand. I understand, but you can translate. Thank you very much, Dr. Dana and Tariq. Actually, they were telling me that Dana and Brother Tariq had visited me last week in the OP, and the mother had an stroke before around 28 years back, and she had tried almost all the procedures, being she's physiotherapist, and still she is trying for improving, and she's not going to stop. And she told her mother, we can try here also in Ayurveda also, and if it is okay, she will continue. If it is not okay, we can go. And I'm very happy to hear from that. They are okay and they want to continue for another 2 months. And I hope all are here. Actually, shifa from Allah, but we are trying our best. Ayurveda, the team, we don't have any prejudice with anybody else. That's why we welcome Dr. Dana here. We need our result. Each one of you should have the result. That is our aim. For that, we will do what are all halal possible things, inshallah. And I hope you all will get good relief from us, inshallah. And I hope Ayurveda will be the one of the best in the universe, in the world of rehabilitation. Bidhinillah. For that, I need of your help, inshallah. Thank you very much, Dr. Dana, and be honored. طيب ترجم لكم اللي قال. طبعا هو قال ان احنا جينا زرناه في عيادته الاسبوع اللي فات انا والوالده واخوي، قلنا له ان احنا لفينا رحنا كل مكان تقريبا يعني من 28 سنه ما وقفنا في السعوديه وخارج السعوديه، وقلنا نجرب مثل ما قلت لكم في البدايه، خلينا نجرب اذا ما عجبنا الوضع رجعنا. والحمد لله يعني الآن لنا تقريبا بنكمل بعد يومين أسبوعين، يعني في إن شاء الله بوادر تحسن، حتى لو يكون التحسن خفيف، أهم شيء إنه في استمرارية. وقلت له إذا أمي مرتاحة ومبسوطة إحنا راح هي تقعد لك إلى شهرين كمان. فالحمد لله يعني هي الآن تقول لي ها، يعني قلت له وش رايك تبغى نروح نرجع ولا تقعدين ولا؟ قلت لا بكمل شهرين، هذا دليل انها مرتاحه الحمد لله وناويه على الاستمراريه باذن الله الواحد الاحد. على الرغم اني انا ما راح اكون للاسف معها، بس انها لاني ما بيها تعتمد علي، وهي ما هي معتمده علي، بالعكس انا ماخذ قوتي منها. الشيء الثاني هو يقول لكم كفريق كامل للايروجرين احنا قاعدين نشتغل ونسعى للافضل دائما، ونعطيكم باذن الله اللي تحتاجونه بحسب كل واحد وحالته، وما في عندهم اي تفرقه بين اي شخص. فلذلك هم يهمهم كمان النتائج، اذا تحسنت النفسيه واشتغلتوا على نفسكم الاستمراريه هذه باذن الله تلاقون النتائج المرجوه، وباذن الله هم يطمحون يكونون يعني مركز بخصوص الايروفيدا، مركز ناجح باذن الله عالميا. فهذه حاجه يعني كلمه البسيطه لكم، ويدعي لكم ان شاء الله جميعا بالصحه والعافيه، ويعطيكم العافيه. اذا في اي سؤال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى أصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أولا أقدم الشكر للدكتورة دانا محمد على هذه البادرة الطيبة، والحقيقة هذه لفتة تعبر عن الشعب الخليجي بشكل عام. تعرفون المصاب بعد الحادث سوء نوع الإصابة، فأولا مثل ما قالت الدكتورة، أول شيء في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء والتوكل، ثم العامل النفسي له دور كبير في الانتقال من مرحلة أفضل إلى أفضل. الأمر الثالث كما قالت الدكتورة الاستمرارية في العلاج، وإنك أنت انتقلت إلى مرحلة أخرى بحيث أنك تطور ذاتك
الله سبحانه وتعالى وهبك عقل وقدرات ذاتية، الله أعطاك أكثر مما أخذ، ولكن تختلف الإصابة من مريض لمريض والنفسية من مريض لمريض، ولكن التوكل على الله سبحانه وتعالى والإيمان بقضاء الله وقدر ثم الاستمرارية ثم العلاج بإذن الله العلي العظيم أن تحقق أعظم النتائج. أنا قبل إصابتي كنت ماسك 3 إدارات، وبعد إصابتي قلت الحمد لله انتقلت من الأفضل إلى الأحسن. فأنا الآن لي تقريبا 1 سنة و6 شهور في يورجري استمرارية في العلاج، أمارس أغلب أعمالي عن طريق اللاين، وأمارس حياتي الطبيعية، أعتمد على نفسي كثير في أغلب الأمور. استفدت من يورو جرين فريق متكامل على رأس الدكتور زكريا والدكتور فاطمة وفريق العلاج الطبيعي والدكاترة. فالحقيقة الشخص هو اللي يحفز نفسه، لا تنظر إلى المحبطين. نصيحة، في ناس يحبطون المريض يقول أنت ما استفدت. لا يا أخي، أنت ازرع، أنا أقول عن نفسي ازرع من نفسك دولة وليس فرد، اصنع من نفسك دولة، أنت تمثل دولة وتمثل نفسك وتمثل مجتمعك واعتمد على نفسك مع الاستمرارية. شكرا للدكتور أدان، شكرا للمستشفى يقرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.